يا مرحبا والعود بال مجلس يدار لضيوفنا أصحاب المقام المعتبر في حفل من صيته مثل شمس النهار وفعوله تشاف ومواقف التسار حمدان بن بداح كاسي هالوقار شيخ ينوم سنا ويدعو للفخار شيخ ينوم سنا ويدعو للفخار صيد الفرايد سهل والفكرة تدار والمدح لأهل المدح ما جب حضر يا مرحبا والعود في المجلس يدار لضيوفنا أصحاب المقام المعتبر صيد الفرايد سهل والفكرة تدار والمدح لأهل المدح ما جب حضر يا مرحبا والعود في المجلس يدار لضيوفنا أصحاب المقام المعتبر اسم البدحان أهل الوفا الترحيب حار يا مرحبا وعداد ما دن المطر في حافل من صيت مثل شمس النهار وفعول هتشاف مواقف التسار حمدان بن بداح كاسي هالوزار شيخ ينوم سرا ويدعو للفخر اسمك يا حمدان افتخر فيه افتخار يا راعي الشرفة ولك عندي قدر مبروك لك تنساق في حفل الحرار عيالك اللي من فخرهم تفتخر عبد الرحمن مهندس وصاحب قرار عسل وفق فاله ويا جل ذخر وليد راع الطيب وفعول الكبر متواضع ومطروح ما عندك كبر يلا عسى التوفيق باني للسور والرزق والتوفيق من وسع الصدر وانتم اهل الطلات وطوال العمر والله ونعم فالسليمان السطر أهل الكرم والطيب وفعول كبار مقلاطهم بين الثريا والقمر صيد الفرايد سهل والفكرة تدار والمدح لأهل المدح ما جب حضر يا مرحبا والعود في المجلس يدار لضيوف أصحاب المقام المعتبر بسم البدحان أهل الوفا الترحيب حار يا مرحبا وعداد ما دن المطر في حافل من صيته مثل شمس النهار وفعوله تشاف مواقف التسار حمدان بن بداح كاسي هالوقار شيخ ينوم سرا ويدعو للفخر اسمك يا حمدان افتخر فيه افتخار يا راعي الشرفة ولك عندي قدر مبروك لك تنساق في حفل الحرار عيالك اللي من فخرهم تفتخر عبد الرحمن مهندس وصاحب قرار عسل وفق فاله ويا جل ذخر وليد راع الطيب وفعول الكبر متواضع ومطروح ما عندك كبر يلا عسى التوفيق باني للسور والرزق والتوفيق ما وسع الصدر وانتم اهل الطلات وطوال العمر والله ونعم فالسليمان السطر أهل الكرم والطيب وفعول كبار مقلاطهم بين الثريا والقمر مقلاطهم بين الثريا والقمر